بالنسبة للسعودية كجارة، هي جارة وصديقة كشعب، هو شعب صديق، شعب مسلم يجاور العراق، له علاقات قديمة مع العراق. نحن لا نعادي ولا نخاف من الشعب، لكن السعودية للأسف الشديد كان لابد أن تكون هي قوة إسلامية، بما أنه الثقل الإسلامي متمركز فيها، بيت الله متمركز فيها، كان لابد أن تكون قوة إسلامية وتمد علاقاتها الصديقة ويا الدول الإسلامية والدول المجاورة. لكن للأسف الشديد السعودية ما كانت بهذا الشكل، بل لم تكن حتى حاضنة فقط، بل كانت مدرسة ومخرجة لأجيال من الإرهابيين، جعلت هؤلاء الإرهابيين يفجرون أنفسهم في العراق خاصة، مع أنها في كل البلدان لكن في العراق بشكل أخص. أرادت السعودية أن تجعل الطرف السني بجانبها، لكن العراق لا يتقسم، العراق لا يتحول شعبه إلى حرب طائفي، لأن العراق منذ أجيال الزمان هو عراق الرافدين، متكون من السني والشيعي والكردي والإيزيدي والمسيحي وكل الأطياف الباقية. لذلك كانت السعودية ترمي وتتأمل أن تشق صف العراقيين، لكنها لا تتمكن، لو كانت على حق. لكن للأسف الشديد السعودية تتبع الطرق والحيل والفبركة والفوتوشوب في بعض الأفلام، وتصورها لصالحها كجهة هي تبرز الوجه الغير جميل للطائفية. السعودية تتوقع أن تسيطر على العالم الإسلامي، لكن للأسف الشديد هي لا تتمكن، لأنه هي أصغر من كل هذه الأمور. كل الصور والأفلام التي تظهر على اليوتيوب هي مفبركة، وأبسط شخص يتمكن أن يتوضح من هذا الأمر. الجيش العراقي المخلص، الحشد الشعبي بكل أطيافه، لأن الحشد الشعبي ليس من أبناء الشيعة فقط، بل حينما هبت نادت المرجعية هب الشعب العراقي كله بأطيافه، سنة وشيعة وأكراد ومسيح وحتى صابئة، هبوا لنداء المرجعية من أجل بلدهم. الحشد الشعبي ليس طائفي وليس شيعي، لذلك لا مهما أرادت السعودية أن تغرز بذور الفتنة فهي لا تتمكن، لأن العراق للعراقيين والعراقيين هم وحدة واحدة. الكل هذه الصورة وتلك الصورة كلها ترمز لا للظلم، لا لتقسيم البلد، كما يعني كل عالم وكل مواطن مخلص وكل فرد من الشعب العراقي أو الشعب البحريني أو الشعب السوري أو أي شعب كان يريد بلده له، لا يريد الفتنة ولا يريد الطائفية ولا يريد التقسيم. وكثيرا ما نادى الشيخ الذي أحمل صورته، كثيرا ما نادى للا للطائفية، ويراد أن يسلب من وطنيته وجنسيته.